السلام عليكم اعزائي المشاهدين. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيفيه تنسيم الزيت للبيتزا. المكونات ديالو بسيطه وسهله. بالنسبه لي انا ديجا صايبته ولكن انا غادي نعاودو معكم ان شاء الله. المكونات اللي غنحتاج: زيت الزيتون، اليزير، الزعتر، نص راس ديال الثومه، حبوب ديال الابزار، ورقه الرنت او سيدنا موسى، والهريسه السودانية على هذا الشكل. هادو هما المكونات اللي غنحتاج. كما كتشوفوا كنزلوا لتحت وكيتبدل حتى
اللون ديالو، من الاحسن ما خصوش يكون على الضوء، يكون في مكان مظلم كما شفتوا. هو هذا الشكل ديالو النهائي. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم ان خصو يبقى 48 ساعه عاد كنقدروا نستعملوه، ولكن في مكان مظلم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم مزيونه اللي كتشجعني اكثر واكثر. Thank you.